أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم نزلنا للشارع وراح نتكلموا مع أولياء التلاميذ ونشوفوا وش يقولون حول المقترحات المبدئية اللي كانت حول تنظيم الدخول المدرسي. بدون إطالة تابعوا معنا. المقترحات المبدئية اللي كانت حول يعني تنظيم الدخول المدرسي، انت كوالي امر كيفاشتها؟ انا عندي 3 دراري راني حاير جوستومون كيما محايرين كامل الناس. هي مبدئيا جيدة. مقترحات عجبتك؟ ما عجبتني المقترحات. من بين المقترحات الدراسة تكون 45 دقيقة في الحصة، يعني مش يقول لك يقراو خدمة ما يقراوش. كون يقول لهم دوك كاين كورونا هذا العام يروح ابرون. سي با سا. دونك يقراو خير. الاقتراحات هادو شابين، يعني نزيدو كنا كانوا يقراو 5 ايام في السمانه، كنا يقراو 6 ايام هكذا، ونقصوا لهم شويه 4 ساعه. ما عندناش اقتراح يكون ان شاء الله في درنا ولادنا باك ان شاء الله يوليو. لازم يكون تباعد باش لا كونتاميناسيون لا كانت تكون خفيفه على الناس يقدروا يميتريزيوها. بار كونتر الا كانت تمشي كما كانت تمشي من قبل يكونوا فيها مشاكل. بالافواج سي دو بريفيرونس كون بهذا الشكل خير. كاين لي كلاس كبار يديروهم واحد بواحد، باريكم فيها 45 يديروا 5 يديروا 20 ولا 23، واحد على واحد قدام واحد يقراو بار جروب. يا با بروبليم هكذاك. يقدروا كان يحبوا ينظموها يقدروا ينظموها. متر على واحد لي بافات تاعهم الدراري، ما كاينين ما عندوش لي بافات، الدوله لازم تقوم شويه بالواجب تاعها. تعطين هاد الناس اللي ما عندهمش لي بافات كيما الصابون وكذا، ما نظنش يخص المساعد. حنا هاد المرض روح بس بزاف عفايس في البلاد هادي ولا لا لا، ليكونومي من بينها القرايه من بينها الخدمه من بينها كاين بزاف عفايس هكذا خويا. انا كيما نقولوا الاقتراحات هادو اللي داروا مازال ما بين حتى اقتراح يعني يقنع. الاولاد ما قراوش برومي شوف دوزيام تريماست ما قراوهاش راني با باسي هاد لاني. انا شوف نورمالمون لو كان مقراو ما كاش دوك. واش من اقتراح اللي تخير؟ ما كان حتى اقتراح. على حسب المعلومات هما واش على بالهم كيفاش على حسب الكورونا. راهم يقولوا مواد نوفمبر، خطات يقولوا جونفي، خطات يقولوا نهار بنهار. مازال ما حددوش التاريخ. مازال ما حددوش التاريخ كاع. يعني مقترحات مبدئيه لتنظيم دخول المدرسه. هذه هي. شفتي هذوك المقترحات؟ ما في التلفزيون شفناهم. كاين بزاف اللي يقول لك في هذا الوقت هذا يعني الاولياء راهم في حيره شويه كيف. انا واحد ولادي عندهم 7 شهور ما قراوش، ومانيش عارف الا رايحين يقراو الشهر الجاي ولا لا. الدراري لازم يديروا لهم حل، لازم يروحوا يقراو. وكما نقولوا راه مهبلونا في الدار. شوف دو تيليفون دو بي سي اكس بوكس هم الدنيا كامل جبناه لهم ومازال يقول لك واش ندير. ديجا متعطلوا ياسر، تعطلوا في الدراسه. لابد يقراو لابد باسكو ولادنا ديجا مضاعوا عندنا شحال ما قراوش وعندهم شحال هما مريحين باسكو الدراري لازم يحكموا الريتم تاع القرايه، ولا ما حكموش الريتم يلاشيهم من بعد ومن بعد يكريو دي بروبليم من بعد بالطوله. ان شاء الله تطبق الناس البروتوكول الجديد وتحترمه ان شاء الله، واتمنى النجاح في الحياه الجديده ان شاء الله، او في الدراسه وفي الدوله الجديده عامه. يقراو واحد ان جروب صباح ان جروب العشيه، هذيك تاع نهار بنهار عيانه. جو بريفير ماذا بك يقراو جروب صباح يعني وفوج العشيه باش يقراو كل يوم، باسكو هذوك الانقطاعات هذوك تاع يقرا نهار ما يقراش نهار، شغل الويكاند كيجي ديماري لازم له ساعه باش يدخل. المستوى يهبط هكذايا يعني. ومن بعد التلميذ واش جورني يقرا جورني ما يقراش، ومن بعد جورني اخر ما يقراش وين يروح؟ ايه سمع شغل القرايه شغل تبقى تنحالوا شويه من راسه هكذا يعني. لازم هذه تاع افواج يقراو افواج يقراو نص نهار خير ما كان ما يقراوش كاع. انا وليدي هاولك حب يولي يقرا، هاولك سقسيه قول له مادي ايش تكيبه ما الحل ما على باليش انايا اللي يديروه. دوكا كاين كيما نقولوا كاين سنديكا تاع التعليم، كاين وزاره التربيه.
أنا حاب ندخل نقرا ونتمنى ندخل ونقرا، وإن شاء الله يديرونا التعقيم ويديروا احتياطات باش ما نمرضوش. لازم يديروا التعقيم والكمامات واجبة إضافة إلى المعاقم.